سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي. نذهب إلى منتدى النقاش. أستاذ دكتور زياد الحافظ، أنا ما في زوم أفتح من عندي لأنه ما سكرت، فأنت تستطيع. نعم تفضل. أنا جاهز. ونحن سمع. أولا سلام القدس عليكم جميعا. سلام القدس لك وعليك. يعني كما تفضل أستاذ ناصر، أحداث تسارعت هذا الأسبوع بشكل كبير، ولكن سأتوقف عند بعض الظواهر التي أعتقد أنها مهمة في فهم مسار عام يحصل في العالم، وهو انهيار الغرب. مشهدان يؤكدان ذلك. المشهد الأول كان في الكونغرس الأمريكي، حيث شاهدنا جميعا بالعين المجردة مدى الانحطاط الأخلاقي والانحراف السياسي في آن واحد. الانحراف السياسي كان في استقبال مجرم حرب، وكان أيضا في التصفيق الحاد لتغطية على الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان. وهذا هو أيضا دليل عن انحطاط أخلاقي، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك الانحراف إلا نتيجة انحراف أو انحطاط أخلاقي. كما أن محاولة الإدارة للتغطية عن حدث في الكونغرس، وهو غياب حوالي نصف ممثلين الحزب الديمقراطي في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، يعني هذا يدل أن حالة انشقاق كبيرة داخل الكونغرس فيما يتعلق بموضوع غزة وموضوع فلسطين. يعني ما يؤكد ما كنا نقوله دائما، أن غزة أصبحت حاضرة في المشهد السياسي الأمريكي. وهذا التزوير الذي حصل لتغطية الفراغ الذي أحدثه غياب الممثلين عن الحزب الديمقراطي يؤكد أيضا مدى الانحراف السياسي، التزوير والكذب على الجمهور الأمريكي والكذب على العالم. يعني في استهتار لعقل العالم وعقل المواطن الأمريكي، أنه يمكن أن التمرير أنه الكونغرس بأجماع كان يصفق لنتنياهو، وتبين أن هذا غير صحيح. واللي فضح ذلك الموضوع مش نحن أعضاء المجلس النواب الديمقراطي الذين قالوا أنه تم سد الفراغ بفرض إجبار الموظفين الإدارة في الولايات المتحدة على الحضور وعلى التصفيق الحق. إذن هذا هو المشهد الأول الذي يدل على مستوى الانحراف والانحطاط في الأمن. المشهد الثاني حصل في باريس وفي موضوع افتتاح أنا بدي الأولمبياد. أتشكرك على هالإشارة يا دكتور زياد. ولا يهمك، نحن تلميذك أستاذ لا ناصر. حبيب القلب، أنت أستاذ الكل، تفضل. الإشارة الثانية هي مشهد الأولمبياد الذي أيضا برهنت على التلازم، الانحراف السياسي والانحطاط الأخلاقي. الانحراف السياسي هو تطبيق المعايير. تم إبعاد المنتخب الروسي أو مشاركة روسيا بحجة أن روسيا محتلة لأوكرانيا، بينما تم استقبال الكيان الصهيوني أو الممثلين عن الكيان الصهيوني الذي يقوم بالإبادة الجماعية على مسمع الجميع في العالم. يعني الشخصيات أو المسؤولين المشرفين اللي أشرفوا على يعني إدارة هذا المشهد، وخاصة يعني اللجنة الأولمبية، بين أنه في انحراف سياسي وأيضا انحطاط أخلاقي. والانحطاط الأخلاقي تبين بما يسمى الاحتفالات التي جرت، يعني التأليه صور الشيطان وتأليه أو تمجيد الانحراف الأخلاقي والجنسي تمثل في الاستهزاء بالنسبة لمشاعر المسيحيين. يعني مثلا في تصوير صورة العشاء الأخير لسيدنا المسيح عليه السلام، بأنه مجموعة من المتحولين الجنسيين يقومون بالتمثيل عن هذا الموضوع.
والأذكى من ذلك أنه عند اختتام هذه الاحتفالات بين المتزوجين يطلع يصرف تصريح عن ماكرون يقول هذه فرنسا. فهذه كانت إهانة أولا للفرنسيين وإهانة للعالم، أنه في توجيه المعايير وانحطاط الأخلاق. يعني المشهدان يؤكدان أن الغرب، إذا هذا هي صفة القيادات أو النخب الحاكمة في الغرب، فهي في منتهى الانحطاط، والانحطاط هو ينذر بالانهيار. وأنا في قراءتي للمشهد أعتقد أن انهيار الولايات المتحدة قادم لا مفر له، طالما هذه القيادات ما زالت متحكمة بمسار الأمور، وبطبيعة الحال لن يستطيعوا أن يغيروا في مسار ذلك الانهيار. وكذلك الأمر بالنسبة لأوروبا، طبعا الفعل يؤدي إلى ردة فعل، هنالك تحركات شعبية بدأت تظهر في الولايات المتحدة وفي أوروبا ضد هذه الموجة وضد هذه السياسات للنخب الحاكمة. كيف ستتبلور؟ كله يتوقف على مدى إمكانية تنظيم هذا الشعور الناقم على سلوك القيادات. ليس في الأفق ما يؤكد أن هنالك تشكيلات سياسية مستعدة لتبني هذا الرفض وتنظيمه وتأطيره، كما يحصل عنا في الوطن العربي. الموجة الشعبية المناهضة للتطبيع مثلا كانت بحاجة وما زالت بحاجة إلى تأطير سياسي وعمل منظم، كما ما نقوم به في هذا المنتدى هو محاولة لإيجاد الصيغة والأطر التنظيمية لتأطير وتعبئة الجماهير. هذا ما نقوم به. لست متأكدا أن هذا موجود في الغرب، والمقيمون في الغرب ممكن أن يقولوا يعطونا إذا هنالك من أدلة عن هذا الموضوع، لكن حتى هذه الساعة لم أرى يعني شيء ملموس. وأنا بعتبر حالي عم تابع بشكل مكثف ما يحصل في الولايات المتحدة وما يحصل في دول الغرب إجمالا، عن إمكانية إيجاد بدائل عن وسرديات سياسية ورؤية بديلة عن التي تحاول فرضها هذه النخب الحاكمة. هذا بشكل يعني مختصر ما كنت أريد أن أضيء عليه في هذه المداخلة، التي تؤكد أن ما نقوم به هو الصحيح، وما يقوم به الغرب هو تأكيد للانهيار، وتسارع الأحداث في الغرب هو نتيجة ما نقوم به في هذه المنطقة، أحسنت. ونتيجة الطوفان الأقصى الذي يؤكد مرة أخرى أن هذا الطوفان مسمى على شيء صحيح وحقيقي ويجرف كل المفاهيم. وأكتفي بذلك، والسلام القدس عليكم سلام جميعا. القدس لك وعليك. شكرا يا دكتور زياد، عافاك الله.